الاتجار بالبشر يعتبر اعتداء جسيم على أهم الحقوق الإنسانية، ولذلك جميع التشريعات تذهب في اتجاه التشدد في محاربة هذه الظاهرة. الأمم المتحدة من خلال مؤسساتها المعنية ما فاتئت تنبه إلى خطورة الظاهرة، ولذلك المملكة المغربية مهتمة بهذا الموضوع. على هذا الأساس فقد تم إنجاز قانون جديد وفق المعايير الدولية، وبالطبع المغرب منفتح على جميع أشكال التعاون مع كافة الجهات الدولية لمحاربة تجار البشر، خاصة وأنه في أغلب الأحوال يأخذ طابع جريمة عابرة للقارات، ولا يمكن لدولة واحدة أن تفلح في ردع هذه الجريمة. وبالطبع بالموازاة مع الجهود الدولية والقوانين المحلية ينبغي أن يتم عقد كافة الندوات الممكنة واللقاءات من أجل التنبيه إلى خطورة هذه الجريمة، وواجب التعامل معها بالحزم الضروري. وفي هذا السياق لما عرض علينا موضوع هذه الندوة وطلب دعمها لم نتردد في ذلك، لأن هذا من واجبنا في إطار دعم كافة الجهود التي ترمي إلى أولا معرفة معطيات هذا الموضوع وتفاصيله، وثانيا التنبيه إلى خطورته وإلى ما ينبغي القيام به لمحاربته. لدينا الآن قانون ساهمت فيه لما كنت وزير العدل مع وزير المكلف بالجالية والهجرة، وهذا القانون يستجيب كما قلت لأحدث المعايير الدولية. ثانيا لدينا مؤسسات متعددة سواء منها الأمنية أو القضائية والتي تتعامل مع هذا الموضوع بحسم، ولدينا أيضا اتفاقية التعاون مع كافة الدول المعنية من أجل محاصرة الظاهرة. القول بأن المغرب معبر رئيسي لمافيا تجار البشر هذا أمر لا أستطيع أن أؤكده، بل إنني أؤكد العكس. ليس لدينا يعني ما يمكن أن يكون ظاهرة في المغرب، لدينا فعلا سجلنا حالات، سجلنا مجموعة من الجرائم، لكن لم تصل إلى أن تكون ظاهرة بالمعنى الحقيقي للكلمة. المغرب حريص على أن يحمي مجالاته المختلفة من أجل أن لا يكون معبرا للجرائم، خاصة من الخطيرة والتي تكتسي هذا النوع من الجرائم. وبالطبع التعاون مع الدول، عندنا اتفاقيات في الميدان الجنائي التي تسع هذه الجريمة وغيرها، وما عندناش أي فراغ في موضوع التعاون الدولي لمكافحة جريمة تجار البشر.